اشتقينا universal equation للفولتج او التورك الانديوست. هلا بالنسبه للايكويشن تبعت التورك انا صايم بدي بس اعيد اشتقاقها لانه في شغله ما كانت كامله مضبوط راح الغي الفيديو السابق. عندي هون ديريفيشن اوف اي universal equation for هو induced electromagnetic torque. إذا بدكم نحط هون EM بنسمي الالكترومغنيتيك تورك اللي سببه الكترومغنيتيك وبعدين طبعا راح ينخصم منه اشياء ميكانيكال بس هذا الانديوست تورك او الالكترومغنيتيك تورك ان دي سي ماشينز. راح نعمل هذا الاشتقاق بدنا نرسم بس رسمة عامة. عندي عدد من البراشز انا افترض في الحاله هاي عندي 2 براشز وانا طبعا مسكت الوايندنج الرسم اللي رسمناها وفصلتها راح احط البراشز البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت هو مش هيك بكون في المشين نفسها بس انا راح افصلهم عشان نقدر نرسمها راح احط هون بلس وراح اعتبر انه هذا الكرنت اللي ماشي في المشين كلها ككل وهذول البوزيتيف براشز التنتين والبوزيتيف براشز مركبين طبعا راح يجوا هون متماسين مع الكوميتيتر سيجمنتس وعندي عدد من الكوميتيتر سيجمنتس وممكن البراش تعمل شورتنج لاثنين او اكثر من الكوميتيتر سيجمنتس من هون وبعدين راح يكون في عندي عدد من كل كوندكتر من هذول الكوندكترز راح يكون في هلا الاشاره ما تهمناش الاشاره من هون وعندي هون كمان كوميتيتر سيجمنتس وعندي هون برش راح افترض هاي البرش هي الماينس في برش ثاني مقابلها هون ماينس اوكي هذا رسم دايجراماتيك مش شرط انه يكون هو هيك بس هو رسم عشان احنا نقدر نفهم ليش بدنا نشوف البارلل باثس هلا بتتذكروا المره الماضيه حكينا عن طبعا هون كمان عندنا هذا هون واير او كوندكتر عندنا وايرز او كوندكترز تذكر المره الماضيه قلنا عندي زد وايرز او كوندكترز وهدول تنين في عدد الترمز بير كويل في عدد الكويلز واعطاني هذا التوتال نمبر اوف كوندكترز كل واحد من هدول واير او كوندكتر كل واحد من الوايرز او كوندكترز راح يضيف عندنا تور بعدين عندي هون هذا الشيء المهم الجديد اللي حبيت اني اوضحه هذا هون واي لكل اي واير كل واحد من راح يمشي فيه اي واير كم عدد البارلل باث قلنا ايه هي عدد البارلل باث وهذا بيعتمد على الفلكس تبع الماشين وعدد البولز ما دخلنا احنا بالحساب يعني ما بطلب منكم راح اعطيكم في السؤال بقول لكم هذا عدد البارلل باث وهذا عندي التوتال نمبر اوف كوندكترز اللي موجوده هون في الماشين اللي هي زد هذا الاشتقاق مختلف شوي او طريقته مختلفه شوي عن تبع الفولتج لانه بالفولتج احنا كنا نجمع الفولتج اللي موجوده هون بس بحاله التورك انا راح اجمع التورك كله من كل هدول فعشان هيك لازم الاشتقاق يكون نتبع الطريقه هاي في الاشتقاق لما نحسب التورك هلا نرجع هون فصار عندي ايش العلاقه الان حسب كيرشوفز كارنت لو بين اي التوتال تبع الماشين واي اللي ماشي في الواير في كل واير من الواير مجموع هدول مش هيك بس هدول قديش عددهم؟ اي فبصير عندي اي في اي واير بيساوي اي او اي اوكي مضبوط هاي نقطة مهمة فعندي الكرنت اللي ماشي في كل واحد من هدول لو جمعتهم وعددهم A لأنه في عندي A parallel path مجموع الكرنتس اللي هون راح يعطيني I اللي في الأرمتشرز بدك تسميها IA أو نسميها I فبصير عندي I wire بيساوي I على A هاي المعادلة المهمة اللي مختلفة شوي في الاشتقاق بهمني التورك لأنه في التورك بهمني I في الفولتج بهمني أوميجا مضبوط متذكرين المعادلتين لما قلنا بشكل عام في اي دي سي ماشين عندي اي انديوست بتساوي كي بتعتمد على الدايمنشنز تبعت الماشين في ايش؟ في اوميجا في فاي
في حين التورك انديوز او الكترومغنيتيك تورك كي في اي في فاي. فهون بهمني الكرنت، لانه بهمني الكرنت لازم استعمل ارجع استعمل هاي المعادله. طيب نرجع اذا هلا للمعادله الاصليه. لو رجعنا لواير عندي، لو سميت اي انديوز او تاو نحطها اف انديوز وايرز، الفورس اللي تكون عندي راح تكون عندي في الواير بدها تساوي I في الواير في ال دي. اذا اخذت الماجنتيود تبعت هاي تساوي I، هذا هون المهم I L دي. اذا بدي احسب الان التورك اللي بعطيني اياه واير واحد بدها تساوي، بدي اضرب هذا في R، فبصير عندي R L I واير في دي. مضبوط. هلا راح نضرب في 2 باي اي ونقسم 2 باي اي، فبصير عندي هلا بدي اعيد ترتيب هاي بحيث انها تصير 2 باي ار ال على بي، 2 باي ار ال على بي، فراح وضل عندي هون راح يضل تحت 2 باي وفوق راح يضل اي. وايش في اشياء ما اخذناها؟ الاي وبي مش هيك؟ اي واير وبي. 2 باي ار ال ايش بتمثل؟ 2 باي ار بتمثل السيركمفرنس، لما بضربه في ال بتعطيني مساحة سطح السلندر، كأنه في عندي سلندر هاي مساحة سطحه مضبوط؟ إذا قسمت هذه على بي بتعطيني هاي، متخيلين هذه من هون هاي هيك، إذا بدك ترسمها بهذا الشكل وعملها هيك، هذه عندي هون ار 2 باي ار بتعطيني محيط القاعده، لما بضربه في ال من هون شو بعطيني؟ بعطيني هاي المساحه مضبوط، بس المساحه هاي ايش جاي عليها؟ من كل الجهات جاي عليها بول، اذا بتطلع على نهايتها من هون وهذا هون في العمق ال. فإذا قسمت 2 باي ار ال، أول شيء 2 باي ار ال شو بتمثل؟ بتمثل مساحة بدون القاعدة، مساحة سطح السلندر مضبوط؟ بس هذا سطح السلندر جاي هون. إذا قسمته على بي شو بعطيني؟ بعطيني لا بس كمساحة ايش بعطيني؟ إذا قسمته على بي بعطيني مساحة وجه كل بول مضبوط؟ الكل متخيل هاي؟ هي عندي سلندر طالع من الصفحة. السلندر في عليه سطح. حوالين السلندر بنفس العرض تبعه بنفس ال ايش في عندي؟ في عندي بولز، أربعة بولز أو ستة بولز أو ثمانية بولز. إذا قسمت هاي المساحة على عدد البولز بضل مساحة مواجهة لسطح البول فيس، فالمساحة المواجهة لسطح البول فيس هي A T. متخيلين هاي المساحة اللي هون؟ فصار محل 2 باي ار ال على بي ايش بقدر أحط؟ A per pole في B في I wire شيك هي I هي B، وظل عندي T على 2 وهي تساوي tau induced wire. A P في B شو بتعطيني؟ 5 هي صار عندي 5، هذه هون I wire هذه T على 2، بس هذه induced per wire وهذه I wire. I wire ايش بقدر احط محلها؟ I على A مضبوط؟ بصير محلها بامكاني ابدل I على A، هاي بتساوي tau induced per wire. كم واير او كوندكتر انا عندي؟ في كل المشين قديش عدد الكوندكترز الكلي الموجود في المشين؟ زد. اذا بضرب هاي في زد فبصير عندي هلا تاو انديوس لكل المشين بيساوي زد تاو انديوس بير واير ويساوي زد تي على 2 باي اي، هي الاي اللي هون مضروبه في اي مضروبه في هاي. هي النتيجه الصحيحه. هلا هاي النتيجه الصحيحه واللي اشتقناها المره الماضيه صحيحه، بس اللي اشتقناها المره الماضيه ما كان مضبوط اني اضرب في زد على اي. اوكي هذا هون لوجيكال، الاشتقاق هذا لوجيكال
لأن الكونتريبيوشن تبعت التورك بتعطيني كل واير بنضرب في زد كلهم بعطوني تورك مزبوط بغض النظر كانوا بارلل باث ولا لا. بس شو الاختلاف صار هون؟ الكرنت اللي ماشي في كل واير مش اي. قديش الكرنت اللي ماشي في كل واير؟ اي اي. واي اي هو اي على على اي. اوكي هذا الاشتقاق الصحيح اصح من الاشتقاق السابق. نعم.